للمزيد ينضم إلينا عبر السكايب من الرياض المحلل السياسي مبارك آل عاتي. نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة. بداية لو نتحدث اليوم عن المشهد طبعا السياسي والدبلوماسي في المنطقة أو المحيط الإقليمي والدولي، نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية وأيضا نتحدث عن سياستها، كيف تنظر إليها؟ وهي تحتفي بيومها الوطني المجيد 94، تتبوى مكانة سياسية مرموقة دوليا وعربيا وإسلاميا من خلال من يرقب السلوك الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية من خلال احتضانها للقمم العربية والقمم الإسلامية، والتي كان آخر قمة العمل العربي والإسلامي المشترك بسبب تطورات الأحداث في فلسطين. ومن ثم أيضا استقبال الرياض للعديد من أصحاب الفخامة وجلالة وسمو قادة دول العالم الشقيقة والصديقة، والذين يأتون إلى الرياض لتبادل الآراء وتنسيق المواقف السياسية. اليوم المملكة العربية السعودية وهي أحد مع أعضاء مجموعة 20 تتقدم في ترتيبها من خلال نفوذها الاقتصادي ومن خلال قوتها السياسية المتنامية. أيضا رأينا أن المملكة العربية السعودية تصدت لمسؤولياتها تجاه تطورات الأحداث في القضية الفلسطينية، وإعادة التأكيد على مبدأ حل الدولتين ورفض إقامة علاقات مع إسرائيل ما لم تعترف بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. أيضا وهي نقطة مهمة جدا إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية العمل العربي، تنسيق العمل العربي المشترك من خلال عقدها للقمم العربية التي نظمت العمل العربي تجاه تطورات الأحداث في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان والعراق وسوريا وغيرها من ملفات التوتر التي لا تزال تنزف حتى الآن. يضاف إلى ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية أيضا نسقت في مواقفها السياسية مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيال تطورات الأحداث الإقليمية والعالمية. كما أن السعودية أخذت على عاتقها، وهي نقطة مهمة جدا، قيادة أسعار وأسواق الطاقة العالمية والحفاظ عليها من الضغوط السياسية والابتزاز الدولي، وتمكنت السعودية بحكمتها ووضوح رؤيتها من تجنيب أسعار وأسواق الطاقة أي مقايضات عالمية. تعتمد المملكة حقيقة في عملها السياسي على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها ترفض وتمنع أي دولي أو إقليمي في شؤونها الداخلية، وهذا ما مكنها من أن تكون لديها سياسة واضحة وجلية وقوية من خلال التأثير ومن خلال قوة تعاملها ووضوحها وصدقها في مواقفها مع الأشقاء ومع الأصدقاء. نعم، إذن من الرياض المحلل السياسي مبارك آل عاتي، شكرا جزيلا لك.